مرحبا بالناس الكل في فيديو جديد. اليوم باش نحكيو على علي ولطفي بشنيق. يعني راجل خبر هذا انه علي باش يجمعوا عمل متاع غنية هو لطفي بشنيق. للأغلبية ما يعرفوش وقالوا شنو كسكسي بالملوخية وحاجات برشا عبارات ساخرة على الموضوع هذا، اما ما يعرفوش انه فما سلسلة تم تصويرها في الاونة الاخيرة، وبعد ما تم يعني تصويرها الجينيريك متاع السلسلة هذه اللي اسمها كان يا مكان باش يغني فيها علي كما تشوفوا في الفيديو اللي باش نخليه لكم توا، باش يجمعوا يعني كما نقولوا هو يغني مقطع ولطفي بشنيق باش يكون حاضر في الاغنيه هذه ويغني مقطع اللي هي هذه حاجه عاديه ماهيش اغنيه كما نقولوا فيها كوميرسيال ولا اغنيه اللي هي مترب حاجه، اكيد باش تخرج حاجه مزينه. نخليكم هكا مع بقيه الفيديو، ما تنساش تشترك في القناه اذا كانك جديد وتخلي لايك. كما سبق وقلت لكم السلسلة هذه اسمها كان يا ما كانش باش تكون في جينيريك بصوت الفنان الكبير لطفي بشنيق في لقاء غير مسبوق مع المغني الراب علي. في نفس الوقت نحب نقول لكم ان المسلسل هذا راه يتعدى على قناة الوطنية الاولى في التلفزة التونسية باش يكون موجود في شهر رمضان.